نعم بالفعل حازم، هنالك اقتحام وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة لبلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية. هذا الاقتحام الثالث استمر ولا زال مستمر منذ 5 ساعات من قبل ساعات المساء وحتى هذه اللحظة. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تداهم بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، وذلك في أعقاب طبعا انطلاق مسيرة طبعا منددة بالحرب على غزة ومناهضة للاستيطان في البلدة عند ساعات ظهر هذا اليوم، ومهاجمة المصلين حتى قبيل انطلاق المسيرة في محيط مسجد القرية. في هذه الأثناء هنالك عدد من الآليات أغلق مداخل البلدة ويمنع عملية الدخول والخروج إلا بالخضوع لعمليات تفتيش دقيقة وتحقيقات ميدانية مع الشبان الفلسطينيين، وهنالك إصابة لطفل فلسطيني بالرصاص الحي وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، وتمركز في المناطق المحيطة بالأطراف الجنوبية من البلدة، بالإضافة لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك النقطة. طبعا هذا يتزامن أيضا مع حدث إصابة إسرائيلي برصاص مقاومين إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين عند ساعات مساء هذا اليوم، حيث تبنت كتيبة جنين سرايا القدس مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار واشتباك مسلح استغرق قرابة 10 دقائق بتوجيه ضربات نارية مكثفة باتجاه حاجز موفيدوتان إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين في محيط بلدة يعبد، وعلى الفور هرعت مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المنطقة، ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيلي بجراح وصفت بالمتوسطة، وفي أعقاب ذلك داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد إلى الجنوب من مدينة جنين، وهنالك قام بعمليات تمشيط وبحث عن ملاحقة طبعا منفذي عملية إطلاق النار. كتيبة جنين تبنت بشكل رسمي العملية وقالت أنها تأتي في سياق الرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة. طبعا الضفة الغربية تشهد حالة من التصعيد والترقب في مناطق واسعة، سيما بعد تشييع 6 شهداء هذا اليوم في مخيم الفارع عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية وتنفيذ حملة اعتقالات لشبان فلسطينيين. وبطبيعة الحال ما وصف صباح هذا اليوم وفق الخارجية الفلسطينية في مخيم الفارع على أنه مجزرة يهدف إلى استمرار التصعيد في المنطقة. نحن في ساعات المساء وبطبيعة الحال هنالك طبعا عمليات متلاحقة وتجديدات عسكرية إسرائيلية لربما تكشف الضوء على أن ساعات الليل ستكون ساخنة بهدف تنفيذ عمليات مداهمة واقتحامات في عدة مناطق. هناك تجديدات عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة نابلس وتكثيف من الإجراءات الأمنية على هذه الحواجز المحيطة بالمدينة، وبطبيعة الحال المشهد يعني قابل لمزيد من التطورات الميدانية.